قامت بلدية الشعب في مدينة الرقة بعدة مشاريع من خلال عام 2022. تم الانتهاء من هذه الأعمال في نهاية السنة من عام 2022. تمت أعمال التسفيد داخل المدينة، وتم أعمال تأهيل بعض الحدائق، وهناك كانت مشاريع الصرف الصحي داخل المدينة وداخل الأحياء الفرعية. لكن في مشاريع 2023 هناك عدة مشاريع. طبعا من مشاريع 2023 هو شارع المنصور، كان من ضمن مشاريع 2023، كان من ميزانية عام 2023. تم الانتهاء من شارع المنصور في الآونة الحالية منذ يومين تقريبا. سيتم بعض تجهيزات شارع المنصور مثل الشوارع الفرعية، تسكير الشوارع الفرعية، وضع قوس في بداية الشارع، هذه استكمال شارع المنصور. طبعا موضوع عام 2023 هناك مشاريع صرف صحي سوف تستهدف شارع الوادي من مدينة الرقة، شارع الوادي بالكامل من بدايته حتى نهايته. طبعا هناك ميزانية مطروحة لهذا الشارع. كذلك بعد تأهيل شارع الوادي من موضوع الصرف الصحي سيتم استهدافه بتسفيد هذا الشارع بعد أن يتم التأكد من موضوع الصرف الصحي وانتهاء من مشروع تأهيل الصرف الصحي وموضوع شبكات المياه والكهرباء، سيتم تأهيله بالتسفيد. طبعا هذه الكتلة محجوزة لعام 2023. هناك خطط لإعداد مشروع التسفيد داخل المدينة. تم سحب ما يقارب 15,000 متر مكعب لتأهيل شوارع مدينة الرقة. هناك أعمال إضافية متبقية من عام 2022 بما يعادل 4,000 متر مكعب كذلك من مشاريع التسفيد. هناك كذلك من المشاريع لعام 2023 تأهيل المنصفات من أمام سوق الهال حتى نهاية الجسر الجديد الحالي الذي تقوم به بيعات البناء. طبعا هذا المنصف، كذلك هناك منصف طريق حلب من أمام بلدية الشعب حتى نهاية دوار البانوراما. هناك سوف يتم تأهيل حديقة البانوراما بشكل كامل طبعا من قبل هيئة الإدارة المحلية للبلديات ربطا بهذه الشوارع. كذلك لدينا بعض الأعمال، أعمال الصرف الصحي في بعض الأحياء الفرعية من توريدات سيتم استهدافها خلال عام 2023. هناك أحياء فرعية وهناك شكاوي تقوم بلدية الشعب بتلبية هذه الشكاوي على مدار الأشهر والأيام بتقديم كافة التسهيلات لهذه الشوارع. طبعا هناك تأهيل بعض الحدائق، هناك حدائق فرعية داخل المدينة بما يعادل 15-17 حديقة داخل المدينة، حدائق فرعية سوف يتم تأهيلها. هناك منصفات وهناك دوارات داخل المدينة كذلك سيتم استهدافها. مرحلة النظافة كذلك سيتم دخول آليات جديدة للسيطرة على موضوع النظافة داخل المدينة. توريدات كذلك سيتم حاويات من أجل وضع هذه الحاويات داخل المدينة. هناك تأهيلات لبعض المنصفات ذكرناها وتم ذكرها داخل الشوارع الفرعية. طبعا هذه كتلة من المشاريع لا ندخل بالتفصيل عليها داخل مدينة الرقة من خلال عام 2023، لكن عام 2023 هو أكبر مشاريع من عام 2022، أكبر استهداف من عام 2022، سيعطي طابع الاهتمام وطابع الصفة الخضراء للمدينة من حدائق ومن ترميم لمنصفات ومن إعطاء وجود الطرقات وعملية التسفيد داخل المدينة. طبعا حاليا تقوم بلدية الشعب بتقديم تسوية للطرقات الفرعية داخل المدينة بالتنسيق مع مجالس الشعب والتنسيق مع خدمات المجالس. الحملة انطلقت منذ أكثر من شهر، هذه الحملة مستمرة حتى تاريخ اليوم. سوف يتم تسوية كافة من الطرقات داخل المدينة. طبعا فكرة عام 2023 هي فكرة متطورة باتجاه الحجر البازلتي لشوارع المدينة، استهداف الشوارع الرقة القديمة بنوعية الحجر البازلتي الذي تم تجربته في شارع المنصور. طبعا هذه الكتلة من المشاريع التي تقوم بها بلدية الشعب بتقديمها وبإعطاء توجيهات من خلال عام 2023 لخدمة بلدية الشعب في مدينة الرقة لأهالي مدينة الرقة.